نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. يقول وهل هناك الفاظ لنية الصيام وهل يجوز الجهر بها؟ وهل هناك ادعية عند الافطار وهل يجوز الجهر بها؟ اما الكلام على النية فتقدم ان ليس هناك الفاظ وانه لا يجهر بها في شيء من العبادات. نعم لا يجهر بها، وهكذا ايضا لا يجهر بها في شيء من العبادات. ولا تعلمون الله بدينكم حتى في الحج، والقائلون بانه يجهر في الحج لم ياتوا بدليل الا ما جاء ان الذي قال لبيك عن عكرمة، فعن عكرمة أو عن شبرمة، عن شبرمة، فعن شبرمة يحتمل أنه أي أحج عن شبرمة، وأن ماذا الحج أيضا هو بمعنى القصد، ويحتمل أنها نويت عن شبرمة، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصلاة فلم يثبت لا ذا ولا ذاك، وهكذا سائر العبادات، وهكذا الحج أيضا. نعم. وأما الأدعية فمن أهل العلم من يقول ثبت حديث ذهب الظما ابتلت العروق ابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، الذي يظهر انه لا يثبت حديث في الدعاء اي في دعاء بخصوصه، والا فقد ثبت ان للصائم دعوه مستجابه عند فطره، فانت تدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفره، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يشفيك، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يزوجك إذا كنت محتاجا إلى امرأة، تدعو الله سبحانه وتعالى إلى ما تحتاج إليه، وليس هناك دعاء أي ولا دعاء مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان.